ما هي مآخذ الطريقة الختمية وكيف نصدق أن هذه كتبهم؟ سؤال منطقي وجميل جدا. الطريقة الختمية كغيرها من الطرق الصوفية عندها شيوخ وعندها مرجعية وعندها مركز عام ومسجد كبير تلقاه في بحر حلة خوجلي في الخرطوم هناك، عرفت؟ عندهم كتب كتباهم، تتأكد كيف تقوم تمشي لهم، تمشي للختمية، ولو عندهم فرع هنا برضو تمشي تزالهم، تقول لهم يا ناس فيوض البحور المتلاطمة تبعكم، بيقول لك أي تبعنا. النور البراق تبعكم، بتقرأه في المولد، نعم تبعنا. تقوم تقرأ جوا، جوا في شنو؟ جوا الشيخ قال أنا عرشها والكرسي أنا، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. ديال الختمية قال يا معشر الخلق من جن ومن بشر هل تنكروا قدرنا أو تجحدوا فضلنا؟ نحن الملوك وجميع الملك أجمعه، أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل طفت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا. شوف الكلام ده كيف قالنا عنه ونحن وجيهين شديد، النار بتاعت موسى ضوت، فهمت؟ زي ما جاء في كتاب فيوض البحور المتلاطمة إنه شيخ وقت الليل جاء وما كان عنده زيت لحبوبة والنسيني، الزمن ده قبل الكهرباء، قال فبصق الشيخ على الجدار فأنار الجدار. الشيخ براو عنده لمبة اقتصادية، براو كده، فهمت؟ يعني بدل خزان الرصيرس مفروض نربط أربعة أولياء صوفية هنا، والله جت عشان يدوروا الكهرباء بتاعت البلد دي، لا قطعت لا ما قطعت، لا مكنات سخنت، فهمت؟ ولا ريشة بتاعت توربين انكسرت، ولا عود جاء من ورا هناك من الحبشة خش في الشغلانية، بس نجيب الصوفية ديل ندورهم، ولو ما دوروا بنكشفهم عشان تولع. انت شغال تقعد ساي بس يجي يدوك المرة اللي فيه، تجي تديه الغويشات، والله ديل الشيوخ بتاع الطرق وما شغال أي حاجة، فكي بس شغال شنو؟ يقول لك شغال فكي، فكي دي شغلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا، مش هو الفكي اللي بيجي له ساي مورط، خليك من الفكي، قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا في سوق الدمازين ده قبل 6 شهور تقريبا أو 5 شهور في فكي جات واحدة هنا ده، فهمت؟ والشيخ لما لقاه برا حاول يزني بها، ولا ما في الحادثة مشهورة جدا، ها زين عديل مش، فهمت؟ ده قاعد، انت قالوا شغالين شنو؟ فكي تلقاه قاعد لا بيشتغل جكة ولا بيرفع حديد ولا بيلعب كورة ويضرب في الدخن والبتاع، وقاعد ونسوان جات انه لا، يعني حيحصل شنو يعني؟ يعني حيحفظها صورة الإخلاص، فهمت؟ ولا حيقريها مادة من المواد اللي بتستفيد منها في الدنيا، ده كله شغل بتاع هوس، فهمت؟ وفي النهاية دي المسكينات ما في زول وعاين ولا ورينا العقيدة الصحيحة، والشيخ ده ما يملك له حاجة ولا لنفسه حاجة، ولا هو ولا حجابه ما يقدر يسوي حاجة. في كثير من الناس بيخافوا من الفكا يا ديل، يقول لك الشيخ ده بيربطني، والله أنا أتحصن لو ربطوا الشيخ في كراعي أنا أضقل به. أنت بتلعب ولا شنو؟ شيخ بتاع شنو يا أخ؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما بيعمل لك حاجة، ما تخاف شيخ فكي ما بسوي لك شيء، ولو بيسوي شيء كان سووا لنا من بدري، تكلمنا فيهم ما نفع، فتحوا بلاغات، باقي لك لو كان بيعمل حاجة كان بيفتح بلاغ ما نفع. فما تلاوز، ما تخاف من زول، انت ما دام بتقول الأذكار الشرعية وعقيدتك تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما بيقدر الشيخ يعمل لك حاجة، ما تلاوز من الشيخ، الشيخ ما بيسوي لك شيء ولا بيزيدك ولا بينقصك. طيب عرفتها؟ فدي الطريقة الختمية، وعندهم عقائد كثيرة، تنادي الشيوخ، فهمت؟ والشيوخ ماسكين الكون، فهمت؟ قال نحن المراغنة الأخيار من قدم، الختم منا وغوث الكون خادمنا. وطبعا الختمية جاية من عقيدة إنه آخر ولي هو محمد عثمان المرغني، آخر ولي. وطبعا الجنة ما بتخش إلا إذا بقيت ولي، وعندنا في السودان الولاية
إما تبقى والشيخ أو أبوك شيخ أو عندك قبة أو كذا. لكن ربنا قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا في سورة مريم. فالإنسان إذا بقى مؤمن تقي دولي لله، راجل، مرأة، كمساري، طالب، أستاذ، غيره، لا يشترط له مهنة معينة، وإنما اللي يشترط أن تكون علاقته مع الله على وفق ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الولي، فهمت؟ فده اللي يجيب لك ولي شروط ذات ما لا في دين لا في دنيا ولا في، فهمت؟ وقاعدين وغيره من العقائد الموجودة.